اهلا بحضراتكم بقى الفاصل. زي ما قلت لكم احنا معانا ضيف الليله في المجري، هو واحد من المواهب، انا بقول موهبه، موهبه كبيره قوي في كره القدم المصريه، وموهوب بالفطره، مشواره طويل وكان صعب قوي، لان هو كافح وحقق نجاحات كبيره قوي زي كل جيله اللي بدا معاه مسيرته في كره القدم من الشارع او من مركز شباب او من الساحه او من اي حته. انضم الى فريق المنصوره كناشئ صغير ومستواه كان عالي جدا جدا، لعب في كل المراحل السنيه، يبقى سنه 13 سنه او 14 سنه، تبص تلاقيه بيلعب تحت 19 سنه او 18 سنه. وصل لكل المراحل السنيه في النادي بتاعه، علشان كده بقول لكم هو موهوب، وتم تصعيده للفريق الاول وهو عنده 18 سنه. على فكره كابتن زيزو واكرامي لعبوا منتخب مصر، يمكن اكرامي اقل من 16 سنه، كابتن زيزو لعب حوالي 16 سنه، احنا لعبنا 17. الفتره الزمنيه دي اللي بتكلم عليها، ان اللعيب بيوصل 16 سنه و17 سنه المفروض بقى في نضوج، بيبدا يتصعد للفريق الاول. كنا بنشوف الدوريات العالميه عاملين الاكاديميات عندهم، والاكاديميات دي هي بتقدم اللعيبه للفريق الاول. المهم هو تألق وأبدع، تخيلوا بقى وهو في السن ده تم ضمه لمنتخب مصر. هتقول لي منتخب مصر ايه الاول، كواحد من اصغر اللاعبين اللي لعبوا للمنتخب ده وسنه صغير. حكايته بدأت من المنصورة، وحكايته كبيرة وطويلة فيها تألق وهيحكيها لينا بالتفصيل، وفي نفس الوقت حكايته مع منتخب مصر ونجوم منتخب مصر وعلاقته بيهم ايه. تخيلوا ان فرض نفسه على منتخب مصر، على نجوم في مكانه ده، على كابتن مصطفى يونس وعلى كابتن حسن حمدي وعلى ماهر همام وعلى محمد توفيق وعلى كل النجوم، والكابتن حسن حمدي وعلى الخطيب ومصطفى عبده وحسن شحاته وفاروق جعفر ومسعد نور الله يرحمه والجارم والبابلي وعمر عبد الله والسياجي وعماش. انا عاوز افتكر الاسامي كلها اللي هي لعب في وسطها وفرض نفسه عليهم، وكان نجم من نجوم السبعينات. ورغم موهبته ديت الا انه اعتزل مبكرا، اعتزل بدري قوي. تخيلوا اعتزل هو عنه كام سنه؟ 26 سنه. وفي الحته اللي ورا دي ممكن يلعب لحد 30 32. هو النهارده هيقول لنا ليه ساب الملاعب بدري قوي وتركها وساب فيها تاريخ مشرف. يمكن احنا قدمنا له الدعوه متأخرة شوية عشان بس ظروف البرنامج، وهو كنجم من نجوم نادي المنصورة ولاعب دولي، وبعد الاعتزال راح على طول على التدريب وبدأ من خارج مصر من أبو ظبي، وده كان ليه هناك نجاحات كتيرة جدا في التدريب. ولما رجع درب فرق كتيرة جدا زي المنصورة وديكيرنس ونبارو وغيرهم من الأندية، وكانت ليه بصمات كبيرة في التدريب هنعرفها منه بالتفصيل، ومازال يواصل نشاطه وعشقه لكرة القدم المصرية، وهو واحد من جيل العظماء في المنصورة وما أكثرهم، يعني النجوم الكبيرة في المنصورة. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن الأقاليم جابت لنا لعيبة غير عادية وعاشرناها، وانا عشان كده بقول ندور هنلاقي، والله العظيم بلدنا فيها كنوز في كل، مش في الرياضه بس، ده في كل المجالات كلها. احنا ما علينا ان احنا نتعب شويه ونلاقي. انا بقولش في كره القدم بس عشان ما حدش يفتكر انا بتكلم على كره القدم، هتلاقي في الطايره، هتلاقي في السله، هتلاقي في الهاند بول، هتلاقي في العاب القوه، في كل الالعاب الفرديه، الالعاب الجماعيه. على كل حال هنسمع النهارده مع ضيفنا، وضيف الليله معانا في المجري هو الكابتن محمد بدير، او كانوا بيطلقوا عليه ميمي بدير، ده المدافع القوي الصلد العنيد المتميز. تعالوا نستقبله ونشوف ايه قصته، عنده ايه، هو ليه لما ما دربش في مصر هنا، هل الانتخابات بتاعت الانديه هي دي سبب من الاسباب ان هي الناس مش عارفه رياضه فبتجيب اي حد وتمسكه؟ هنعرف منه الكلام ده. تعالوا نستقبل كابتن محمد بدير ونشوف عنده ايه، وهو وصل ازاي وهو سنه صغير، وهل الاقاليم واخده حقها في مجال كره القدم وفي كل الالعاب الجماعيه والفرديه في مصر. تعال نستقبله.
كبير. ازيك يا مبارك؟ الحمد لله وحشني. الله يخليك. مبارك الحمد لله والله بخير. تمام والاسره كلها بخير؟ بخير الحمد لله. والمجموعه كلها لعيبتك الجمال اللي كانوا موجودين معاك في المنصوره الجيل العظيم. كلهم بخير وبصحه وسلموا عليك كتير والله يا كابتن. وكل حاجه عندك تمام؟ الحمد لله. تمام الحمد لله. لف كده شويه كده. بس كده. انت بتمارس رياضة؟ انا شايف. لا لا انت بتشفط ليه؟ لا لا ما بشفطش. لا لا انا جسمي كويس زي ما هو الحمد لله. بتمارس رياضة؟ انا على خفيف كده. يمشي ولا ايه؟ لا 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 بنلعب يومين في الاسبوع. يومين. لا انا مش عارف. لا على اخبار اهل المنصورة كلها ايه؟ بخير والله الحمد لله. انت هشوف المنصورة هيرجع تاني للدرجة الأولى الممتاز. المسألة عاوزة دراسة لأن في مشاكل كبيرة. ايه بقى المشاكل اللي عندكم؟ هي انا اختصرها بان لها مشاكل اداريه. اداريه؟ اسلوب اداره للنادي. مين المسؤول عنها؟ مفيش تدخل من المحافظه او وزاره الشباب والرياضه او الكلام ده؟ والله احنا نقلنا المشكله للمحافظ فلغايه دلوقتي مفيش، لان في حكم بحل مجلس الاداره ولغايه دلوقتي ما تنفذش. اللي هو ايه الحكم بقى؟ اللي هو حل مجلس الاداره بطلان الانتخابات. ما هو كانوا داخلين غائب حكم نهائي. حكم نهائي. نهائي وما تنفسي لسه لغايه دلوقتي ما تنفسي. طب وسياده المحافظ ايه اللي مخليه مأخره كده؟ هي اللي العمليه في ايد وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبح. لازم هو اللي بينفس. انت شايف ان الموضوع الانتخابات في الانديه زاد عن حدها قوي؟ لانه خد اتجاه شخصي. يعني كله بيدور على المصلحه الخاصه وليس المصلحه العامه. يعني بيتجاهلوا النواحي اللي هي ان التخصصيه بمسمى الانديه. النادي رياضي اجتماعي ثقافي المفروض بيلغوا الرياضي او عدم اهتمام بالرياضي. هو بيهتم بالترابيزات والاكل والشرب وكده. النواحي الاجتماعيه. ليه؟ لان هو عاوز يعمل ارضيه. ما احنا ما بنقولش لا، انما المنصوره اصلا اتعرفت منين؟ ما من فرقتها. ما هي دي المشكله. كوره. هي دي المشكله. ان تعرفنا النادي نادي كوره. لا دي احنا عندنا حاجات كتير هنتكلم فيها بقى. هتقعد كده بس بالراحه عليا شويه. لا هتقعد وتشرب شاي وتتفرج على تقرير صغير كده عامله لك للي انت المجهود اللي انت بذلته. وعاوزين نعرف انت بطلت بدري ليه؟ كنت ممكن تلعب اكتر من كده. اما دربت بره، ما دربتش في مصر ليه؟ حاجات كتير هنتكلم فيها. انت بدات كوره فين؟ حياتك كانت ايه؟ اسرتك عامله ايه؟ كل ده في حلقه الليله من المجري. احنا بنرحب بيك وانت موجود معانا. شخصيه جميله. انا عاشرتك في المنتخب. اخ وصديق وكل حاجه حلوه. الله يخليك كابتن مصطفى. الله يخليك كابتن. محمد بدير او قل ميمي بدير اسم كبير في عالم كره القدم. صحيح لم يرتدي قميص الأهلي ولا الزمالك، لكنه صنع لنفسه شعبية وجماهيرية كبيرة بسبب قدراته الفنية والبدنية كلاعب. استطاع أن يفرض شخصيته على كل عشاق اللعبة. تفجرت موهبته في نادي المنصورة وظهرت قدراته مبكراً، لذا تم تصعيده للفريق الأول ومنه إلى منتخب مصر الأول مباشرة كواحد من أصغر اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان المنتخب. كان بدير لاعباً عظيماً لا يشق له غبار. هو واحد من نجوم الزمن الجميل، سواء في المنصورة بكل نجومها زمان أو نجوم الكرة المصرية في السبعينيات. بدير لاعب بدرجة مقاتل، استطاع أن يحجز لنفسه مكاناً في تشكيل منتخب مصر في عصر النجوم العظام لمدة 5 سنوات، فاستحق أن يكون من عظماء اللعبة. كابتن بدير مشوار طويل مع كرة القدم وحكاية فيها الكثير من الدروس سيحكيها معنا الليلة. تعالوا نرحب بالكابتن محمد بدير على شاشة الأهلي مع المجري.